زملائي زميلاتي، إن المحاماة مهنة اجتماعية بقدر ما هي تنظيمية، تؤمن أشد الإيمان بأهداف الوطن في الوحدة والحرية. إن المحامين الوطنيين الأبرار كان لهم دور إيجابي في محاربة الاستعمار والظلم والفساد لما اكتسبوه من الشجاعة في الرعي وعدم الخنوع عبر تاريخهم الإنساني والوطني. زملائي، إذا كان الجندي كما قال قيصر روما ماركوس أنتونيوس يحمي الوطن بحد السيف، فالمحامي يحميه بقوة حجته ولسانه. إن المحامين كانوا الجنود الأولين الذين حملوا السلاح للثور على القضية الوطنية، قضية الصحراء، ودافعوا عن حق المغرب أمام المحكمة الدولية إلى أن صدر حكم دولي أكد مغربية الصحراء. نحن معشر المحامين والمحاميات، إذا كنا نعمل لمصلحة وإعلاء شأننا المهني، فإننا قبل ذلك ندافع عن الوطن وعن وحدة الوطن. إننا اليوم نقف هذه الوقفة التاريخية لنقول للثعاليب والذئاب أننا لكم بالمرصاد ولن تنالوا من عزيمة الشعب المغربي، فالصحراء مغربية والمغرب في صحرائه. والمحتجزين في معتقلات الجزائر بتندوف يؤكد على أن قضية وحدتنا الترابية قضية مصيرية مقدسة، وأن مغربية الصحراء غير قابلة لأية مساومة أو مفاوضة أو مهادنة مع أي كان. وعين على المغاربة دون استثناء كل في موقعه، ويرفض أي مراجعة لمهمات المنيرسو في أقاليمنا الجنوبية وتوسيع صلاحياتها. إجراء إحصاء للمحتجزين بمخيمات حماد التندوف مع إفساح المجال لهم للتعبير عن مواقفهم وضمان حقهم في التنقل بكل حرية وفي العودة الطوعية لوطنهم الأم. يندد بمواقف حكام الجزائر الضيقة الأفق والتي لا تراعي علاقة القربة وحسن الجوار والتضحيات المشتركة للشعبين المغربي والجزائري وآمالهما المشتركة في الوحدة والنماء والازدهار والتقدم.